السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام على قناة إشعاع. في هذه الحلقة اليوم سأشارك معكم كيفية إنشاء فلاش USB قابل للإقلاع، وذلك لتثبيت ويندوز 11. وكنت في فيديو سابق تحدثت عن طريقة تحميل ويندوز 11 من الموقع الرسمي لمايكروسوفت في صيغة أيزو، لأننا لإنشاء فلاش USB قابل للإقلاع نحتاج إلى أن يكون الويندوز في صيغة أيزو. الآن لإنشاء فلاش USB قابل للإقلاع بنظام ويندوز 11 سوف نحتاج إلى فلاش USB بسعة 8 GB فما فوق، وأيضا إلى برنامج يقوم بذلك. البرنامج الذي اخترته هو برنامج روفس، لأن هذا البرنامج هو برنامج مجاني، وأيضا البرنامج لا يحتاج إلى تثبيت. وأيضا بطبيعة الحال نحتاج إلى نسخة ويندوز بصيغة أيزو. إذن أولا سوف نقوم بتحميل برنامج روفس من الموقع الرسمي للبرنامج. يمكن هنا في الأعلى الآن تغيير اللغة، ثم ننزل إلى أسفل، نلاحظ هنا وجود كلمة تحميل وتحتها وجود تاريخ آخر تحديث، ثم سوف أضغط على الخيار الأول، وهنا في الأسفل كما نلاحظ تبدأ عملية تحميل البرنامج، والبرنامج كما قلنا بحجم صغير. الآن سوف نذهب إلى التنزيلات. إذن هنا برنامج روفس بعد أن قمنا بتحميله، وأيضا هنا كما نشاهد وجود نسخة لويندوز 11 في صيغة أيزو. الآن سأقوم بالنقر على البرنامج. كما قلنا البرنامج لا يحتاج إلى تثبيت. إذن بعد فتح البرنامج تظهر النافذة التالية. الآن يجب أن نقوم بإدخال فلاش USB بحجم 8 GB أو أكثر. الآن بعد أن قمت بإدخال الفلاش USB كما نلاحظ هنا أمام كلمة الجهاز يظهر اسم الفلاش. بعد ذلك أمام اختيار نوع الإقلاع نتركها كما هي، إذن هنا في صيغة أيزو، ثم ننقر أمام اختر لإضافة الويندوز الذي قمنا بتحميله في صيغة أيزو، ثم نضغط على فتح. إذن هنا الآن تم إضافة الويندوز. فيما يخص بقية الإعدادات لا نغير فيها شيء، وننتبه هنا أمام مخطط التقسيم يجب أن يكون GPT، لأن ويندوز 11 هنا لا يقبل MBR فقط GPT. وأيضا أمام النظام المستهدف يجب أن نتركه هنا أمام UEFI. ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على ابدأ، وملاحظة هنا أن الفلاش USB إذا كانت فيها ملفات فسوف يتم حذفها، لذلك إذا كانت لديك ملفات في الفلاش USB يجب أن تقوم بنسخها في مكان آخر. إذن سأقوم بالنقر على ابدأ، وهنا يظهر هذا التحذير أنه سيتم تدمير كل البيانات الموجودة على الفلاش، أي أنه سيتم حذفها. سوف أضغط على موافق، وهنا تبدأ عملية إنشاء فلاش USB بنظام ويندوز 11، وسأقوم بإيقاف التسجيل حتى لا يطول الفيديو إلى حين انتهاء البرنامج. إذا الآن تم الانتهاء من إنشاء الفلاش USB القابل للإقلاع، سأقوم بالنقر على إغلاق. الآن سوف أقوم بفتح هذا الكمبيوتر الشخصي للتأكد من أنه تم إضافة ملفات الأيزو الخاصة بويندوز 11 إلى الفلاش. وهنا كما نلاحظ هنا تظهر الفلاش، وهنا اسم أيضا الويندوز. أقوم بفتحها الآن. إذا هنا هذه ملفات الأيزو الخاصة بويندوز 11، يمكن الآن أيضا من خلالها الترقية مباشرة لويندوز 11 من خلال النقر على Setup. بطبيعة الحال يجب أن يكون حاسوبك يدعم متطلبات ويندوز 11. إذا تبدأ عملية التحضير للترقية إلى ويندوز 11، وتظهر هذه النافذة هنا تثبيت ويندوز 11، ويمكن المواصلة في ترقية ويندوز 10 إلى ويندوز 11، أو أيضا وضع الفلاش في الكمبيوتر ثم إعادة التشغيل والقيام بعمل فورمات من البداية. ولكن ملاحظة فيما يخص ويندوز 11 أن كل النسخ المتوفرة حاليا هي نسخ تجريبية، ولم يتم الإعلان من مايكروسوفت عن الإصدار الرسمي. وأيضا فيما يخص ويندوز 10 فأن مايكروسوفت أعلنت أنه سيتم إيقافه في 2025. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أننا نشرح إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقر على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.